طيب دكتور، نفرض ان الجنين جه، هل بيبقى فيه برضو عليه خطر بسبب زيادة وزن الأم، وممكن هو كمان يكون عنده زيادة وزن؟ المصابة بالسكر، الأم المصابة بالسمنة المفرطة ربما يكون عندها سكر، ربما عندها مشكلة أصلا في إن هي تتخدر عشان تعمل عملية، محتاجة قيصرية ومحتاجة حاجة، بتلاقي الطفل أصلا المصاب بالسمنة، مامته مصابة بالسمنة المفرطة وعندها سكر، بتلاقي حجم الراس كبير، وتلاقي الطفل أصلا وزنه كبير، عندها صعوبة حتى في إن هي تجري قيصرية. إحنا ليه ندخل في القصة دي؟